السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بسوي الكلام بيكون سريع، لكن ركزوا معي. الدرس مرة بسيط وسهل وما يحتاج أي تعقيد. كيف تخلي هذه الصورة ثابتة متحركة؟ ثلاث خطوات سهلة جدا. أول شيء تختار التحديد. أنا في ناس يحبون البن، بس هذا عشان الموضوع بيكون أسهل بالطريقة هذه. فتحدد الجزء العلوي من السيارة أو من أي جزء أنت تبغى. فبسرع شوي عملية التحديد عشان ما تأخذ وقت معي. خلصت التحديد هذا اللي فوق، تروح طبعا بالعربي اللي عندي، اللي يحب إنجليزي يتبع بس الخطوات، اللي هو فلترز، بعدين تمويه بلور بالإنجليزي، بعدين توجيهي، تمويه توجيهي، تختار هذا الفلتر، تختار التوجيه اللي هنا في الزاوية، تختار القوة، قوة التوجيه. أتوقع أن هذه السرعة أفضل مناسبة، والتوجيه لازم يكون أنك أنت تلاحظ اتجاه السيارة وتوازن الفلتر. تمام، نفس الشيء ينطبق على الجزء السفلي. الآن حددت اللي تحت، ونفس الشيء اللي هو فلترز بالإنجليزي مثل ما قلنا، بعدين بلور، بعدين تمويه توجيهي، ونفس الزاوية، وبس انتهى الموضوع. طبعا لازم أن تكونون أنتم دقيقين بالتحديد. الآن فيه شيء لازم نحرك الكفر. نفس الطريقة نختار التحديد الدائري، نحاول نضبطه على اتجاه الكفر، ونفس الشيء تمويه، بس هذا تمويه مو توجيهي، تمويه شعاعي راديال. تختار القوة نفس الشيء، تحط موافق، انتهى الموضوع. ممكن انتم تسوون بأي صورة بأي صورة بأي صورة. طبعا انتم شايفين هنا في زوايا انا ما حددتها مضبوط، لان كان الشرح مرة سريع، فحاولت اني ابسط لكم، لكن يعني انتم طبعا كل واحد وفنه يعني. اتمنى انكم استفدتوا استفادة، ما بتمنى، اكيد انكم استفدتوا، نلعب على بعض والله لا. عموما كل واحد يعدل الصورة حسب ما يرى، يزيد الكونتراست، يزيد الشادو، يفتح الالوان في اللايت روم طبعا، مش في الفوتوشوب. بعد ما نقلنا الصورة على اللايت روم، في طريقتين، اما انك تعدل المانيوال من هنا، او انك تضغط على زر الاوتو الحالة. فبوريكم المانيوال حقي ووريكم زر الاوتو. الكونتراست اول شيء نرفع شيء بسيط، والشادو عشان الاماكن المخفية هذه نظهرها شوي، نرفعها شوي حتى تكون انت راضي عن الصورة، وترفع شوي من الساتوريشن اللي هنا اللي هي الالوان، وظهرت عندك الصورة بشكلها الجميل جدا. أو أنك تختار أوتو، يعطيك يمكن شيء أجمل، لكن برفع أنا ما أحب الأوتو، أحب المانيوال اللي منظور خاص. هذا أسهل درس ممكن تشوفونه، طبقوه على أي صورة تبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.